أهلا ومرحبا بكم في موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. إصابة مدني برضوض طفيفة إثر حادث سير نتيجة تصادم سيارة وشاحنة على طريق الغزاوية في ريف حلب الشمالي، ودفاع المدني ينصح السائقين بالحذر أثناء القيادة وتخفيف السرعة بسبب الطرقات الزلقة نتيجة الأجواء الشتوية. المجلس المحلي لمدينة الباب يعلن عن استدراج عروض أسعار لتزويد مدينة الباب وريفها بخدمة الإنترنت. إصابة 6 أشخاص بجروح بينهم أطفال جراء انهيار سور على خيمة بسبب تساقط الأمطار في مخيم الحمود في باتابو غرب حلب الليلة الماضية بحسب الدفاع المدني. المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن تعلن تقديمها قرابة 70 مليون دولار لأكثر من 300 ألف لاجئ خلال العام الماضي الذي شهد شروطا جديدة لمساعدة اللاجئين في الأردن. فريق منسقو استجابة سوريا يكشف عن ارتفاع أعداد المحتاجين للمساعدات الإنسانية في سوريا إلى 17.3 مليون نسمة، وهي الأعلى منذ عام 2011، بزيادة بلغت 1.4 مليون مدني عن العام الماضي. فرق شرطة مكافحة تهريب المهاجرين ومديرية فرع البوابات الحدودية توقف 6 سوريين لا يملكون وثائق قانونية في ولاية عثمانية التركية، وتقوم بترحيلهم من بوابة معبر باب الهوى الحدودي بعد تطبيق الإجراءات في مركز الشرطة.